فلسطين جنة الله على هذه الأرض، فهي تحتوي على الكثير من المحميات التي صور الله الإبداع فيها. من أشهر هذه المحميات وادي البادان ووادي القلط. سنأخذكم الآن في رحلة قصيرة حول معلومات عن هذه المحميات التي كرم الله فلسطين فيها. دعونا الآن أعزائي الأصدقاء نذهب في رحلة قصيرة حول وادي القلط. وادي القلط هو انحدار طبيعي بين الهضاب المجاورة، وهو مكون من جدران صخرية عالية تمتد لمسافة 45 كيلومتر بين أريحة والقدس. الطريق الضيقة والوعرة التي تمتد بمحاذاة الوادي كانت في يوم من الأيام الطريق الرئيسي لمدينة أريحة، ولكنها تستعمل الآن من قبل السياح الزائرين لدير القديس جورج. الآن أعزائي دعونا نذهب في رحلة قصيرة حول وادي البادان. وادي البادان منطقة طبيعية خلابة تقع على بعد 5 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس على الطريق المؤدي إلى غور الأردن. تتميز المنطقة بكثرة ينابيعها وتنوع الحياة البرية فيها. تعد المنطقة من أجمل المناطق الطبيعية في فلسطين، وأقيمت فيها محمية طبيعية للحفاظ على الحياة البرية. توجد فيها أنواع كثيرة من الطيور المقيمة والمهاجرة مثل نقار الخشب السوري وصياد السمك والصقر والحسون والبلبل والغراب والهدهد والسنون والحمام البري واليمام واللقلق. من الأنواع النباتية الموجودة العناب الكبير والحر الأبيض والصفصاف الأبيض، إضافة إلى نباتات عشبية معمرة مثل الغاب العملاق أو البوص.